أهلا بكم معنا مرة تانية. بقى النهاردة وزيرة الثقافة المصرية دكتور إيناس عبد الدايم وأيضا السيدة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وقعوا بروتوكول تعاون. طيب البروتوكول ده هدفه إيه؟ هدفه أن تتعمل شراكة استراتيجية وتنفيذ محور اسمه كده بناء الإنسان المصري، ودي من أهم الحاجات، تبني البني آدم وتبني وعيه ووجدانه وثقافته. طبعا ده في ظل المبادرة الرئاسية الكبرى حياة كريمة. طبعا زي ما حضراتكم أكيد تبقوا فاهمين أنه هذا البروتوكول هو متعلق بمحاور التثقيف والتوعية والمواهب وأيضا التنسيق الحضاري. دكتور إيناس عبد الدايم قالت أن مبادرة حياة كريمة بتعكس اهتمام الدولة بولادها في مختلف ربوع مصر، وبتأكد أن دي واحدة من الخطوات اللي بتسهم بالفعل في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا وبالتدريج. ليه؟ علشان نرتقي بمستوى الخدمات اللي بتتقدم للمواطن في القرية المصرية. ده كلام مهم إلى أبعد الحدود، وبالمناسبة هو مش منفصل ولا بعيد عن الكلام اللي كان النهاردة في الجلسة النقاشية. البني آدم ومخه، أنت متصور بني آدم من غير ثقافة؟ سيبك من التعليم، ثقافة البني آدم وهو يمارس الفنون والموسيقى، يعني كل أشكال وأنواع الثقافة، طب ما مارسهاش أصبح كمان متلقي يا سيدي، بلاش عازف، بلاش مؤلف موسيقي، بلاش فنان تشكيلي، بلاش روائي، بلاش شاعر، متلقي. ده في حد ذاته تكوين لوجدانه بشكل مختلف تماما. حلو. ولأني بتكلم على الموسيقى، والموسيقى هي حبي الأول في كل ألوان الثقافة، ولأني دايما أقول حظي إن أنا طلعت بس مستمع ولا أستطيع إن أنا أقوم بالعزف على أي آلة على الإطلاق، حتى لو الديسك اللي أنا بعمل عليه ما بعرفش. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد الكمار. اهلا بيك اولا. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ كله جميل الحمد لله. سعيد جدا اني معاك النهارده. ده انا اللي سعيد والله، لان انا زي ما كنت بقول كده انا حبي الاول في الفنون هو الموسيقى. اسمع كويس يعني، على قدي برضو انا غلبان جدا يعني. ويمكن برضو من دواعي سروري ان انا اشوفك يا استاذ خالد باشا، وانت ايضا بتقوم بتأليف الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأعمال الرمضانية، منها أعمال أصبحت ملحمية وجزء لا يتجزأ من حياة المواطن في رمضان زي الاختيار، ومنها أعمال رائعة جميلة زي الاسم اللي كنا بنتكلم عليه فاتن أمل حربي اللي هيبقى بطولة نيلي كريم إن شاء الله. إن شاء الله. احكي لي الأول، أنت عندك كم سنة يا باشا؟ 31. ما شاء الله، دي برضو من ضمن الحاجات اللي تفرح ان احنا نشوف مؤلفين موسيقيين وهم يعني في سن صغيرة نوعيا لكن بيمتلكوا موهبة كبيرة جدا، وكمان يبقى في ثقة في ان هم يقوموا بالتأليف الموسيقي لأعمال كبرى. الحمد لله. مشوار الموسيقى بدأ معاك امتى؟ سؤال صعب ده. يعني هو بدا معايا غالبا من يوم ما وعيت على الدنيا، اللي هو انا مش فاكر يوم قررت فيه ان انا هبقى بتاع موسيقى. يعني هو انا خلقت كذلك. حلو. فيعني ما وعيش على يوم مثلا كان قدامي اختيارين، مثلا هعمل كذا ولا كذا، وقلت لا انا عايز امشي في سكه المزيكا. هو انا يعني كده منذ الطفوله خالص خالص خالص. يعني يمكن الموضوع بدا في الاول خالص، انا عائلتي مش موسيقيه خالص، عائلتي اكاديميه جدا، كلنا اساتذه الجامعه ومهندسين ما شاء الله كده. ولكن والدي كان بيسمع الموسيقى الكلاسيكيه زي ما حضرتك برضه مستمع جيد، ف كنت دايما اقعد جنبه كده والاقيه مثلا مشغل بيتهوفن ولا بتاع، اقوم بقى واخد منه الهيدفونز اللي كان بيلبسها واقول له لا انت هتسمعني وتشرح لي ده ايه اللي بيحصل ده. كنت صغير جدا جدا يعني، بس وكنت مولع بالموضوع جدا. وبعدين تلاقي الاطفال كلهم عندهم مثلا اللي هو السوبر هيروز بتاعنا وبتاعنا احنا صغيرين، سوبرمان وباتمان وبتاع. انا بقى كان السوبر هيروز بتوعي عبد الوهاب، بيتهوفن، موزارت، بليغ وهكذا. فكانوا دول هم يعني هم الفيجرز او الاشخاص اللي انا بتطلع اليهم من يوم ما عيت على الدنيا يعني. ده حب الموسيقى بالنسبة لك. بدأ بسبب الوالد اللي بيسمع موسيقى، مجرد بيسمع الموسيقى. بس مجرد بيسمع بس. طيب لما بدأت تقول للوالد انا هدرس موسيقى،
وهو رجل أكاديمي والعيلة أكاديميين، قال لك إيه؟ في الأول تحمسوا جدا، قالوا دي هوايه جميله. انا قلت هتقولي في الاول، قالوا ازاي؟ لا بالعكس، ماما بحصل بالعكس. في الاول تحمسوا جدا وقالوا ان الموضوع هوايه لذيذه يعني. بعدين مع الزمن بداوا يحسوا ان هو ايه ده، لا ده الموضوع مش مجرد هوايه، انت كده خطر. فبداوا ان هم يبقوا ضد الموضوع بنسبه كبيره، لحد ما جيت عند ثانوي قلت لهم انا عايز ادخل معهد الموسيقى. انا كنت للاسف جايب مجموعه عالي في ثانويه عامه للاسف. فقلت لهم عايز ادخل معهد الموسيقى او حاجه كده، فقالوا لي لا خساره المجموعه ده، وانت يعني يفضل تدخل هندسه او كده، وهي كده كده هوايه. كنت علمي كمان. كنت علمي رياضه. دي عند الاسر المصريه فيهاش هزار. جايب مجاميع هندسه خلاص يعني. وتقول لي بس كلام. بالظبط. بالظبط. وهم كان عندهم قناعه تامه ان هم ايه اللي هو يعني سنتين كده وهتنسى الموضوع اصلا، وعارف يعني. بالظبط. بس فكملت في الموضوع يعني. هم كانوا متوقعين، كانوا مستنيين اللحظه اللي انا اقول لهم فيها خلاص يا جماعه انا اكتشفت ان المزيكا دي كانت حاجه كده عابره في حياتي وخلاص يعني. بس ولكن الموضوع طلع بجد. وكان في دماغك من وقتها انك تشتغل بالتاليف الموسيقي ولا تشتغل بالعزف؟ والله وانا صغير ما كانش عندي يعني ادراك للفرق. هقول لك ليه، لان انا اول كام حفله حضرتها في حياتي كان الفنان عمر خيرت. فهو عمر خيرت تحديدا يعني كان بالنسبه لي هو شخص واحد بيعمل الاثنين، فما كنتش كطفل يعني مميز ان هم حاجتين غير بعض يعني. بيانيست مذهل، مؤلف موسيقي مرعب. مفيش زيه. ربنا يديله الصحه يا رب. يا رب. بس فما كنتش مدرك ان في فرق يعني. وبعدين مع الزمن اكتشفت ان انا لا، انا بفضل اكتر ناحيه التاليف مش العزف. فكنت الاول بعزف بيانو، بعدين علاقتي بالبيانو فضلت تخف 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 لحد ما بقيت بقى مؤلف فقط، ما بعزفش على اي اله حاليا. لكن ميلك في المؤلف بتاعك الاله الرئيسيه بتاعتك بتبقى رايحه فين؟ بيانو اكيد ولا ايه؟ لا ما عنديش حاجه معينه يعني، حسب العمل بيوديني لفين يعني. يعني عارف مثلا انا صار صديق عزيز جدا عليا دايما بفخر بصداقته دكتور راجح داوود. يعني عرب يعني طبعا يعني دايما الالات بتاعته كده تروح لقطه كلارينات وارجن خلاص راجح داوود خلاص حقيقي. بقى في عندنا فينجر برينت. طب انا هستاذنك هنكمل الكلام على مشوارك في الموسيقى، وبعدين انك مش بقى التاليف، انك كمان بعد كده تخلق اسم يدفع بانه زي بقول لك ده عمل ملحمي زي الاختيار، فيتقال لك خالد احنا عايزينك تكتب وتؤلف الموسيقى بتاعت هذا العمل. وبالمناسبه هي الموسيقى بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتبرز الصوره وتبرز العمل، يطلع بقى ملحمي تراجيدي تبرزه جدا. فهستاذن هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع مؤلفنا الموسيقي الموسيقار خالد الكمار. استنونا بعد الفاصل. طيب خلونا نجدد الترحيب بعد اذن حضراتكم بالمؤلف الموسيقي الموسيقار خالد الكمار، واللي بيؤلف او الاصح اللي الف الموسيقى التصويريه لبعض من الاعمال الرمضانيه اللي جايه باذن الله، اللهم بلغنا رمضان، منها العمل الملحمي الاكبر الاختيار، وايضا مسلسل اسمه فاتن امل حربي. الاسم كده عشان بس حضرتك ما تفتكرش انا بقول لك اسم بطله مسلسل، هو الاسم كده بطوله نيلي كريم. فكنا بقى بنقول ايه يا استاذ؟ كنا بنقول انه المشوار يعني الخطوات اللي حصلت لحد ما وصلت الى انه خالد احنا عايزين نتعاون معاك في كذا وفي كذا. هقول لك استكمالا للنقطه بتاعت ان دخلت هندسه. فاول ما اتخرجت قلت لاهلي خلاص انا خدت الشهاده اهو، حققت لكم اللي انتوا عايزينه، محدش ليه دعوه بيها. فبدات ادور على شغل في الموسيقى يعني. كنت ساعتها ما درستش ما كنتش ساعتها درست موسيقى بشكل اكاديمي يعني، ولكن كنت بعلم نفسي منذ الصغر يعني. انا شخص عامه بحب القرايه جدا ودحاح جدا ويعني فكنت بذاكر مزيكا بالتوازي مع الهندسه يعني. بس فبدات ادور على شغل، وكنت اوريدي مؤلف مجموعه من المقطوعات يعني، فبدات ابعتها للشركات وكده، لحد ما ابتدى يجي لي مشروعات صغيره خالص كده، اللي هو افلام قصيره، افلام مستقله اللي هي بتدخل في مهرجانات وبتاع وهكذا. فمهم صدفه ان اول فيلمين عملتهم خدوا جوائز على الموسيقى بتاعتهم، كان فيلم اسمه عشم، كان فيلم مستقل سنه 2012، كان عندي 22 سنه، وبعديه فيلم ديكور
حلو. كان بتاع استاذ ماجد الكدواني عارف وساعتها برضو خد جايزه احسن موسيقى في كذا مهرجان يعني. بس ابتدى يعني اللي هو ايه الشغل يجيب بعضه نوعا ما كده. وبعدين حسيت ان هو لا انا عشان اقدر اعمل ده بجد بقى لازم ادرس بشكل حقه حقيقي يعني. بس فقمت مقدم على دراسه في بريطانيا ان انا اخد ماجستير في التاليف الموسيقي. بس وقدمت على المنحه وجت المنحه الحمد لله ورحت في 2015 وتخرجت بامتياز ورجعت بقى يعني بقيت اللي هو ماسك الناحيتين بقى اللي هو بقى فيه نوعا ما خبره في السوق وفي نفس الوقت معايا الشهاده الموسيقيه يعني اللي هو الدراسه الاكاديميه للموسيقى يعني. والعيله ما تناقشوش معاك بانه انت ازاي ما تشتغلش بالهندسه وتقعد تعرف فيزيكا؟ عايز اقول لحضرتك يعني النقاش ده فضل داير لحد مثلا اول امبارح هقول لك لحد مثلا مسلسل الاختيار الموسم اللي فات كده اللي هو ساعتها حاسوا لا الواد ده بيفهم الواد ده عارف هو بيعمل ايه يعني اللي هو خلاص بقى كده يعني خلاص. لكن طب لما لقوك خدت منحه دراسه الماجستير في الموسيقى في بريطانيا ما حسوش بانه هو كده ماشي صح؟ هم ساعتها يعني كانوا مستغربين الموضوع جدا وشاكين برضو اللي هو يعني حتى لما تروح وترجع هتعمل ايه يعني ايه اخره اللي انت بتعمله ده يعني. هو ما كانش عندهم تخيل ان ده هيؤدي الى حاجه في الاخر او يعني ما كانش عندهم تخيل ان ده هتقدر تفتح بيت باللي انت بتعمله ده يعني. ايوه بس ف كنت دايما بمشي معاهم باسلوب ايه بقى اللي هو ادوني بس ست شهور ولو لقيتوني بعك هعمل اللي انتوا عايزينه بالظبط. العب على عنصر الوقت على طول. بالظبط فالحمد لله يعني كانت دايما بتظبط يعني. طب انت الموضوع ده نفسه ما قلقكش اللي هو انت مش هتاكل عيش يعني خلي بالك وانت بتعمل موسيقى بشكل مختلف انت مش بتعمل حاجه كوميرشال ما هياش بوب ميوزك. ده حقيقي ده حقيقي. لا طبعا بيقلقني جدا وما زال لحد دلوقتي بيقلقني جدا لان هو يعني تاريخيا المؤلف الموسيقي عموما بيبقى يعني البيك بتاعته بتبقى مده مثلا فنفترض 10 سنين او حاجه الا طبعا في ناس فلتات يعني ولكن بشكل عام يعني حتى الناس اللي احنا بنعتبرهم ناس شاطره جدا بتبقى البيك بتاعتهم فتره قصيره وبعدها خلاص يعني السوق بيتجه لانواع اخرى من الموسيقى. فده طبعا حاجه شغلاني جدا جدا حتى دلوقتي والشغل الحمد لله كويس وكل حاجه ببقى مش عارف طب كمان 10 سنين هعمل ايه في حياتي يعني. بس ولكن بيسندني برضو فكره ان انا عشان معايا شهاده في الموسيقى فيعني فكره ان يبقى عندي كارير في الاكاديميك سايد من المزيكا يعني. فبرضو كده يعني هترضي يعني بشكل او باخر انا ماشي في مسار اكاديمي. ده معناه انت ناوي تكمل بعد كده يبقى في دكتوراه او بي اتش دي؟ انا كنت بدات اوريدي اصلا وبعدين كورونا بقى جت واضطريت ارجع بس فيعني عطلت الموضوع الدكتوراه ده شويه يعني بس ناوي ان شاء الله ارجع اكمل بكل تاكيد. لما قالوا لك او يعني كلموك يعني ايه اللي جرى علشان تالف موسيقى الاختيار جرت ازاي؟ يا نهار ابيض. هو الموضوع ابتدى في الاول ان انا كنت شغال مع دكتور بيتر ميمي في فيلم تاني خالص فيلم موسى عظيم والحمد لله توافقنا ساعتها. بيتر اصلا طبيب برضه شوف الارواح ايه تقدر تتناغم كده وتتالف مع بعضها بالظبط. فهو كنا شغالين على الفيلم بتاع موسى ده والحمد لله توافقنا يعني الدنيا طلعت حلوه وكده. بعدين في يوم من الايام لقيته بيكلمني يقول لي ايه رايك تدخل معايا مسلسل الاختيار؟ طبعا اول حاجه جت في دماغي ان هو اكيد لا يعني اكيد حاجه بالحجم ده انت مش جاي تديها انا. كنت ساعتها يمكن 29 سنه او حاجه. بس فكلمنا وقال لي لا عايزك تعمل كذا وكذا كذا وشرح لي الموضوع وبتاع وحسيت ان هو طب والله ما انا اعرف اعمل اللي هو بيقوله لي او يعني على الاقل اقدر اجرب اللي هو بيقوله لي ده. بس واتكلمنا واتفقنا واستقرنا احنا عايزين الموسيقى تمشي في الدايركشن الفلاني وبس وبدانا نشتغل والحمد لله ماشي كويس. والمزيكا لاقت قبول كافي يعني ان هم لما جم يعملوا السيزون اللي بعده كلموني برضه. صحيح صحيح الحمد لله. طب هنا يجي سؤالي انت الفت موسيقى لافلام هل تاليف الموسيقى لفيلم بيختلف عن تاليف الموسيقى لمسلسل تكرار الميوزك ثيمز او التنويعات اللي بتتعمل عليها مين فيهم اللي اصعب؟ لو كنت سالتني السؤال ده من سنتين كان هيبقى عندي رد يعني اكثر وضوحا لكن دلوقتي اخر كام سنه عشان المنصات وكده بقى اصلا الحد فاصل بين ايه هو الفيلم وايه هو المسلسل مش واضح قوي يعني بقى في مسلسلات كتيره مثلا ست حلقات واربع حلقات وكده. صح. ففكره المسلسل ال 30 حلقه دي بدات تقل يعني وبدانا نتجه اكتر للفورمات اللي هي الاصغر يعني. ف يعني انا لما مثلا لسه مؤخرا خلص مسلسل البحث عن عوله كان ست حلقات انا اتعاملت تمام كانهم ست افلام يعني مش كانه مسلسل ست حلقات ولكنهم كانهم ست افلام. فدلوقتي بقى بالنسبه لي يعني هو بروسس واحده ان انا بعمل الموسيقى مشهد بمشهد. ايام لما كانت مسلسلات 30 حلقه ولما بيجي لي مسلسل 30 حلقه يعني بيبقى الموضوع بالعكس ان انا بعمل مجموعه من المقطوعات الموسيقيه
وببعتها للمخرج وللمونتير وهم بقى بيتصرفوا مع نفسهم على 30 حلقه. يعني انا ببقى شفت مثلا مجموعه من المشاهد وعلى اساسها بعمل مقطوعات موسيقيه يعني، وهم بيتصرفوا بعد كده. اللي كان على الافلام طبعا بمشي مشهد مشهد وفريم فريم يعني. ده برضو حاجة بالنسبة لي مذهلة جدا يعني. تعرف الناس اللي زي حالتي، بس أنا راجل مستمع يعني في حالي، بقعد أفكر كتير هو المؤلف الموسيقي بيجيب الفكرة الموسيقية دي منين؟ يعني بيعمل إيه؟ يعني مثلا لو بمشهد مشهد بيحفظ المشهد ويغمض عينيه ويسرح كده ويتخيل موسيقى في دماغه، وبعدين المشهد اللي هو الشهير دايما اللي يطلع يروح مطلع القلم ويقعد يمسح بالاستيكة ويشطب ويقعد يكتب وبتاع ويشرب قهوة وبتاع ومش عارف، يقعد يقعد على البيانو او يروح ماسك يعني بيحصل بجد والله. الحاجة الوحيدة الحقيقية في كل ده هي كوباية القهوة، ما نقدرش نعيش من غيرها. لازم انتباه. بالظبط. لكن طبعا فكرة اللي هو ان الالهام بيجي فجأة وكده دي فكرة سينمائية جدا يعني. طبعا يعني هو الواحد بيفضل قاعد ويشتغل ويحاول وتطلع وحشة ويحاول وتطلع نص نص ويهد ويبني من الأول وهكذا يعني. امتى بتحس انه أنا كده عملت الموسيقى اللي خالد الكمار راضي عنها، أنا راضي عن الموسيقى دي؟ يعني مش عايز اقول رد الكليشيه بتاع ان انا عمري ما ببقى راضي، بس يعني بس هو فعلا بيبقى بس بالظبط. بس هقول لك حاجه، في مع الزمن او يمكن مع تراكم البروجكتس يعني الواحد بيبدا يكون كده يعني احساس بان على الاقل ده نافع، او يعني دي بتأدي غرضها هنا، الموسيقى دي بتأدي غرضها هنا، حتى لو انا مش راضي عنها تماما، ولكن الواحد بيبقى عنده كده سنس ان هو لا ده تمام. في استحاله انه يبقى في رضا كامل على شيء انا عملته. ده اكيد. يعني الابداع ما فيهوش حاجه اسمها انا تمام 100%. لا لا، مستحيل مستحيل خالص يعني. طيب فاتن امل حربي، هل المسلسل غريب زي اسمه او جديد زي اسمه؟ هو مسلسل جديد وجريء جدا جدا، بس ما اقدرش اقول اي تفاصيل. لا ما انا فاهم، مش هنقول ما تقلقش. دي فكره جديده تمام. موسيقته تطلع برضو جديدة؟ جديدة على خالد ولا جديدة على المستمع؟ هي تبقى جديدة علي أنا، لأن احنا المرة دي قررنا أن احنا يعني أنا عادة في معظم شغلي اللي فاته موسيقى ليها طبع كده نوعا ما أوركسترالي شوية يعني. أيوه. لكن لا، المرة دي قررنا أن احنا عايزين الموضوع يبقى مصري جدا جدا جدا. هو المسلسل أحداثه بتحصل في أحياء بسيطة يعني وكده، فقررنا أن الموسيقى هتبقى يعني مصري صرف. مصري بقى اللي هو يعني زي ما كنا نقول كده زمان الالات المستخدمه في التخت المصري او التخت. يعني تقدر تقول كده، او هقول لك حاجه نقدر نعتبرها حاجه مثلا من مدرسه عمار الشريعي مثلا. الله. او بالظبط. طبعا ان لي ان اني انافس يعني، بس قصدي اللي هو يعني من نفس الروح دي يعني. انا ده نهار ابيض، مولانا عمار الشريعي. الله ينور عليك، هو فعلا مولانا عمار الشريعي الله يرحمه رب. خالد انا سعيد لسببين بصراحه. اول سبب لسنك الرائع في انك خالد الكمار 31 سنه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تاتش وود مليون مره، ربنا يا رب يزيدك. الحاجه الثانيه سعيد بوجه، يعني انا حاسس ان انت ابني بصراحه، اللي هو ايه، مريح وبسوم وعلى طبيعته وحاجة لطيفة جدا. فببقى سعيد قوي ان انا الاقي بني ادم عادي زي حالتنا، يعني مش الشخصية السينمائية بتاعت الموسيقار شعره منكوش بقى او يجي مكشر او ما بيردش عليك او يتوه منك في الكلام، يعني حاجة رائعة. مصري صميم بيقدم موسيقى رائعة. وفي انتظار فاتن امل حربي موسيقى مصرية خالصة. خالصة بالظبط كده. نورت وشرفت، وربنا يا رب يكتب لك عمر موسيقي إلى آخر لحظة يا رب. يطلع 90 سنة كده إن شاء الله، 100 سنة يلا يا رب. ألف شكر ليك يا خالد، نورتنا وشرفتنا. أستأذنكم نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل بطبيعة الحال مع مولانا اللي بينورنا كل يوم اثنين، فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا.